حوالي 27 متر عن مرمى الحارس تيبو كورتوا. المخالفة تنفذ وتضرب في الجدار من خطيرة وبابا جول. أول أهداف المباراة لصالح نادي ساندرلاند من خطأ في المتابعة. نعم الجول من إمضاء خفير ماكيو الذي يسجل أول أهداف هذا الموسم مع فريق ساندرلاند، وكان على أرضية ميدان البطل نادي تشيلسي في ستامفورد بريدج. بداية موفقة للفريق الهابط إلى الدرجة الثانية. يغير تماما كرة بعيدة ناحية ديجو كوستا، استلم الكرة ديجو، راح ديجو مازال يلعب من هناك لإيدن عزوب 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 ديجو كوستا في اتجاه ايدن هازارد. هازارد 20 لديجو كوستا، اللعبة رائعة، استلمها بصدر ديجو حطها بيمنى من هناك ليدن هازارد، استلمها لها ومسدد جول. مع ماركوس الونسو خرج من المراقبة وبالكرة يتقدم من الوسط، يلعب مع تشيس فابريغاس، الكرة البعيدة من فابريغاس، كرة ممتازة لبيدرو، اوبا با 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 بيدرو جول. بعد ما كانت 1-0 رائعة التمريرة من فابريغاس، هل كان في وضع التسلل أم لا؟ ليسكوت بالرأس هنا ضيع على فريقه فرصة ومنح تمريرة لبيد في تشيلسي بعد جون تيري الذي لعب نفس العدد من المباريات 38 مباراة في 2015. ولا لا رائع باتشوي عند الدقيقة 90 من البلجيكي باتشوي، ارتمى بعد هذه التمريرة الرائعة من بيدرو الذي توغل في العمق. رائع فيكتور موزيس وفابريغاس وكانتي بالإضافة إلى باتشوي وويليان وبيدرو الذي سجل هدفا ثالثا، والكرة خطيرة لباتشوي. باتشوي ولا لا فعلها بثنائية وخامس أهدافه.